قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة هالة الأنصاري إن مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية تحقق هذا العام نسبة قياسية في عدد المرشحات بواقع 39 مرشحة نيابية وثمان مرشحات للبلديات في 26 دائرة انتخابية. مشاركة المرأة في السلطة التشريعية وهو ما يعنينا اليوم. نسبة مشاركة المرأة في السلطة التشريعية بغرفتيها تبلغ 15%، 23% عضوات، 23% منهم في مجلس الشورى، 8% منهم في مجلس النواب، حوالي 42% رئيسة ولجان في مجلس الشورى، و10% منهم رئيسة ولجان في مجلس النواب. وعلى مدى ثلاث فصول تشريعية وصلت المرأة إلى منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى. جرد سريع لأعداد المترشحين نساء ورجالا في لمجلس النواب والمجالس البلدية من 2002 إلى 2018، تلاحظون أن هناك في ازدياد في أعداد السيدات المترشحات لمجلس النواب من 8 في 2002 إلى 39 في 2018. بالنسبة للمجالس البلدية بدينا ب 33 في 2002 وصولا إلى 8 هذا العام، وقد فازت سيدة بالتزكية واحدة للمجلس البلدي في أحد المحافظات. بالنسبة لمشاركة الناخبين في التصويت رجالا مقارنة بين الرجال والنساء، نجد بأن المرأة قوة انتخابية كبيرة ونسبتها حوالي 50% في المعدل على مدى الفصول التشريعية كافة، ونأمل أيضا أنها تحافظ على نسبتها في هذه الانتخابات. عدد المترشحات في انتخابات 2018 هم 51 موزعين على 39 مترشحة نيابية، 8 مترشحات للمجالس البلدية، 5 استبعدنا من الترشيح وموزعين على 26 دائرة انتخابية. بالنسبة للمجلس الأعلى للمرأة يسعى في هذه الفترة ونبدأ نوعا ما مبكرا تمهيدا لهذا اليوم. فعلى مدى 2018 حاولنا أن احنا ننوع في طبيعة البرامج والنشاطات والفعاليات التي ترفع من وعي الناخبين وتشجع المرأة للإقبال على العملية الانتخابية. اليوم مثل ما يقولون as we speak هناك مركز استشارات يعمل على مدار الساعة لتقديم استشارات نوعية لكل مترشحة مستقلة.